السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي اخوتي واهلا وسهلا بكم، ومعاكم الاستاذ زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات في معهد الدراسات الموسيقية في العراق في بغداد. ارحب بكم اجمل ترحيب. اليوم درسنا يختلف رغبة من أنه كثير من الناس يسألون حول تمرين المفيد في الإغناء والصوت، ولأن كثير من الناس عندهم مشكلة أنه قرارات وما يستقرون على درجة معينة وما يعرف يعبر وما يعرف يصعد إلى القرارات والجوابات. قبل ما نبدأ أنه ننوه بأنه عندنا دورات موسيقية أونلاين عبر الاشتراك، 8 محاضرات شهريا. وأرحب بكم أجمل ترحيب، وخلينا نتوكل على الله انه نشوف هذا التمرين اللي امامكم الان. هذا التمرين اللي هو عجم راح يصير عندنا. ناخذ الطبقات دو دو صال 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 دو دو، فقط السطر الاول للمبتدئين. الآن ننتقل إلى التمرين رقم 2. التمرين رقم 2 راح يصير عندنا دو 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 صال 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 دو 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 دو. نلاحظ إحنا بهذا تمريننا إنه دو دو، أريدك تسمع تركز على نغمة الدو دو 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 صال 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 دو 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 دو، طبقات صوتية. يعني هذا يعتبر تمرين الطبقات الصوتية. أشرب بكم وتحياتي لكم، وخلونا نلتقي بكم بالدورات الموسيقية إن شاء الله. ما عليكم غير أنه تتصلون برقم الواتساب موجود على هنا بالشاشة، وأيضا موجود في صندوق الوصف. أهلا وسهلا بكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، وأشرب بكم وأهلا وسهلا بكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.